الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى عطف العقوق على الإفساد في الأرض، فكأن العقوق هو من الإفساد في الأرض. إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثم ينالهم اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم، أي فلعلكم إن توليتم، أي أعرضتم عن الدين وفارقتم أحكام القرآن، أن تفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم. قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عن الحق. وهذا نهي من الله تبارك وتعالى عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا. وقال تعالى في سورة الرعد في الآية 25: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما ذكر الله تبارك وتعالى في سياق الآيات الكريمة قبل هذه الآية السعداء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ذكر الأشقياء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهي عامة في الرحم وغيرها من أمور الدين، ويفسدون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى كما في سورة الإسراء في الآية 23 و24: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. في هذه الآية الكريمة الأمر ببر الوالدين والنهي عن عقوقهما والأدب في ذلك. أما الأحاديث عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الذنوب فيها صغائر وكبائر، فالكبيرة ما توعد صاحبها بغضب أو لعنة أو نار. الكبيرة الكبائر من الذنوب هي ما ترتب عليها وعيد من غضب الله عز وجل أو لعنة الله تبارك وتعالى أو النار. وقوله صلى الله عليه وسلم أو روى الحديث وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، سبب الاهتمام به سهولة وقوع الناس فيه وتهاونهم به، والحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغير ذلك، ولأن مفسدته متعدية إلى الغير. وأما الشرك فإنه ينبو عنه القلب السليم والعقوق يصرف عنه الطبع. قوله حتى قلنا ليته يسكت يعني شفق عليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس يعني التي يحلفها كذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. والاقتصار على هذه الأربع لكونها أعظم الكبائر إثما وأشدها جرما، ومن ذلك السبع الموبقات. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قلنا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله: هل يشتم الرجل والديه؟ استفهام استبعاد أن يصدر ذلك من ذي دين أو عقل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك يقع بالتسبب في سبهما. عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. فيه وعيد شديد لمن قطع رحمه، وفيه عظم إثم قاطع الرحم. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويستفاد أو مجمل هذه الأحاديث تدل على تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. كذلك يستفاد لعله من الحديث الأخير أن المؤمن يعني ينأى بنفسه عن الألفاظ البذيئة، الألفاظ السيئة القبيحة التي لا تليق بالمؤمن بحال من الأحوال. ففي هذا الزمان تساهل الكثير من الشباب والفتيات وكذلك من الكبار والشيوخ، تساهل الكثير في السب والشتم حتى ولو كان على سبيل المزاح، حتى ولو كان على سبيل المزاح، فهذا يحرم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.